السلام عليكم ورحمة الله. يا شام مالك قد عراك قتام، أترى ستغفو ها هنا الأيام. هيا سل التاريخ في جنباته ذي مصر، ذي مصر زمجرة شعبها المقدام. أهلا وسهلا بكم معنا مشاهدين الأكارم على امتداد رقعة العالم العربي والإسلامي. نبدأ جولتنا بضيوف وازنين كما عودناكم بعد فاصل قصير. قرارات المحاكم وسجلات القضاء، ملفات المرافعات في ضوء القانون الذي يحكم، تاريخ ناطق بالعدالة، سجلات الشريعة بعد قليل. تاريخ العدالة محفور في القلوب، في الصدور وفي السطور، ولكن أي عدالة؟ اليوم نفتح ملفا تاريخيا ولكن له ظلاله على أرض الواقع. العدالة كلمة، ولكن عندما تترجم على أرض الواقع سلوكا مجتمعيا ترعاه دولة، فإن لها مضامين ومعان تأخذ أبعادا وآفاقا أخرى. يسعدنا هذه الليلة أن نستقرئ ونستنطق الزمان من خلال فتح أرشيفات سجلات المحاكم أو سجلات الشريعة كما تسمى. المحاكم فعاليتها، دورها، مكانتها، وأيضا رؤيتها ومنظوماتها الإدارية. نتحدث في هذه الموضوعات وغيرها مع أستاذنا البروفيسور دكتور محمد عاكف آيدن. أهلا وسهلا بك معنا أستاذنا في برنامج الألوان السبعة. أهلا بكم يا فندم. اسمح لنا أن نعرف مشاهدين الأكارم بسجلات الشريعة، قراءة تاريخية وواقعية. نعود بعد ذلك للحديث معكم في موضوعنا الأساس. نتابع سويا مشاهدين سجلات الشريعة. دفاتر تحتوي على شؤون القضايا في المحاكم العثمانية تسمى بسجلات المحكمة الشرعية والسجلات الشرعية، أو باختصار سجلات. كما أن مؤسس الدولة العثمانية عثمان غازي قد اهتم بشؤون العدل بدقة فور توليه الإدارة، فقام بتعيين قضاة للمدن التي فتحها. وهكذا أصبح التنظيم القضائي العثماني مع المؤسسات الأخرى يزدهر في القرن السادس عشر، حيث أن قرارات المحكمة ونسخ الوثائق الرسمية في المحاكم الشرعية العثمانية كان يتم تسجيلها في دفاتر المحكمة من قبل القضاة أو نوابهم. لم يكن القضاة موظفين قضائيين وقضاة يحلون المشاكل بين الناس فحسب، بل تبنوا وظائف الإدارة المركزية في الشؤون المدنية. هكذا كان يتم في السجلات الشرعية يوميا تسجيل ملاحظات التفتيش على المتاجر والفرمانات والبراءات من جميع السلطات، حتى الحريق والفيضانات والعواصف والزلازل والوباء، إضافة إلى العقود والأوراق المالية والبيع والوقفيات والوكالة والكفالة والوراثة والدين وعقود النكاح والطلاق. كان القاضي إذا تم تعيينه في محكمة يبدأ في سجل جديد لفترته، وبعد انفصاله عن الوظيفة كان يتم تشكيل دفتر من خلال جمع أوراق السجلات. كما أن البعض من القضاة كانوا يستمرون في التسجيل من حيث وقف القاضي السابق، وذلك بعد كتابة براءة فيها حول تعيينه. وقد تم القرار حول نقل وظيفة تقييم السجلات الشرعية المتراكمة في الأرشيفات على مدى عصور بعد إلغاء المحاكم الشرعية عام 1924 وجمع تلك السجلات لوزارة التربية الوطنية. كما أن مئات من السجلات تلف جزء كبير منها بسبب الحرائق والفيضانات وعدم الاهتمام بها، أما الآن فهي باتت تحت الحماية بفضل التوجهات الحكومية الأخيرة التي تهتم بالحفاظ على التاريخ والهوية بكل وجوهها. نعم، البروفيسور الدكتور محمد عاكف آيدن، رئيس مركز البحوث الإسلامية إسام، وأيضا عضو الهيئة العليا للجامعات في تركيا المعروفة باسم يوك. نجدد ترحيبنا بحضرتك. نسألك مباشرة حضرة البروفيسور، نحن نتحدث عن سجلات، هذه السجلات هل هي أرشفة لقرارات المحاكم؟ هل هي أرشفة لقرارات الأوقاف؟ ما هي طبيعة هذه السجلات؟ أفندم أصلاً ما
هذه هي السجلات العسكرية للمحاكم، ليست فقط دفترا لتسجيل الخلافات البينية بين الناس، لأن القاضي العثماني لم يكن حاكما كما هو المعتاد عليه في مثل هذه الأيام. إنه يدون كل الخلافات الحقوقية، نعم، وبالإضافة إلى ذلك فإنه يعتبر الإداري الحاكم في المنطقة وفي هذه، وأيضا من يضبط أمور الأسعار ويضبط أمور الإدارة بشكل عام في المدينة. وعندما يؤسس الأوقاف على سبيل المثال، تسجيل أوقاف هذه الأوقاف والقيود وتطبيقات هذه القيود كلها تتعلق بقرارات الحكام، وكل ما يباع في الأسواق أيضا يرتبط ارتباطا وثيقا بمثل هذا الأمر. أيضا الزواج، الطلاق، وأيضا كل عمليات البيع والشراء تسجل في هذه الدواتر، سواء كانت هذه الأمور عقارات أو أمورا أو أموالا منقولة. عفوا المقاطعة حضرة البروفيسور، يعني بهذا المفهوم الذي تتفضل به قراءتنا لسجلات المحاكم، يعني فهما دقيقا لمنظومة الإدارة، لإدارة الدولة، لإدارة القضايا المدنية، أيضا لإدارة المؤسسات المحلية التي تحكم البلاد، أليس كذلك؟ نعم، هذا كلام صحيح ودقيق بالضبط. إذا نظرنا إليها في إطار الحقوق الإسلامي، هذا الأمر بإمكاننا أن نقول أنه الحياة الاجتماعية، تاريخ الاقتصاد العثماني موجودة في هذه الدفاتر، وأيضا حركة المواليد أيضا مهمة جدا، وأيضا المصطلحات التي كان يتعامل بها المؤسسة العثمانية الرسمية. الدولة العثمانية والمجتمع العثماني كان هناك 15 مذهبا وثلاثة أديان على الأقل، وكانوا يتحدثون 15 لغة مختلفة. كيف هذه الاختلافات تطبق فيها أمور الشريعة؟ بإمكانكم أن تطلعوا على جميع هذه الأمور في الدفاتر. هذه الأمور ربما بعض الإضاءات فيها في الكثير من الكتب الفقهية، المهم التطبيق، تطبيق هذه الأحكام الشرعية. ونحن عندما نبحث في هذه الدفاتر فنرى أن البلدان العثمانية وكيف أن القضاة كانوا يحكمون في كل هذه المسائل. نعم حضرة البروفيسور، هنا لي سؤال حقيقة وأود الاستضاحة حوله. أعلى برج في قصر التوبكبي الذي حكمت منه الدولة العثمانية هو برج العدالة، هذه رسالة رمزية أولى. الأمر الثاني، في ظل الفتوحات العثمانية الأخيرة، أول ما كان يقوم به السلطان هو افتتاح المحاكم، ما الرسالة من ذلك؟ بطبيعة الحال الدولة العثمانية كما قلت لك قبل قليل، كان هناك الكثير من منتسبي الأديان الأخرى والمنتسبين لثقافات أخرى والموجودون في المناطق جغرافية شاسعة، كل هؤلاء كانوا موجودون في أرض واحدة ودولة واحدة، يتبعون لقاض وحاكم واحد في نهاية المطاف. لم تكن هناك ربما عناصر مختلفة في إلا الدولة العثمانية في تلك المرحلة الزمنية. وكيف استطاعت الدولة العثمانية في الاستمرار؟ العنصر الرئيس هو العدالة والحساسية والنظر بدقة لمثل هذه الأمور. الدولة العثمانية اهتمت بمؤسستين اثنين، المؤسسة الأولى مؤسسة المدرسة، المدارس التي تعلم العلوم والمعارف، وأيضا مؤسسة الحكم، مؤسسة الحكم المفاتي والقضاة، من أجل أن يحكموا ويستطيعوا أن يمسكوا كفة العدالة والميزان الصحيح من الوسط. ونحن الآن أصبح بإمكاننا أن نطلع على هذه الدفاتر، يوجد لدينا قريبا سننشر 40 دفترا من الدفاتر. وأود سؤالك هنا عن جزئية تفصيلية، أنت تحدثت يعني أنه بإمكاننا الاطلاع، أنت كمدير لمركز البحوث الإسلامية، هل ترى أن هناك جهود بحثية للاطلاع على هذه السجلات؟ هل ترى أن هناك جهود بحثية من الباحثين والأكاديميين لمعرفة ما تحتوي هذه السجلات التي هي كنز؟
أن الأبحاث البحوث في الدراسات العثمانية سواء كان في تركيا أو خارج تركيا سواء كان في البلدان العربية أو في البلدان الغربية أصبح محل اهتمام من الجميع. لماذا بقيت الدولة العثمانية وكانت أيضا متفوقة في مجالات مختلفة سواء سنوات طويلة؟ قبل أن ننشر ونبدأ في هذه الدفاتر في نشر هذه الدفاتر كان هناك عشرات الدراسات التي تبحث في مضامين هذه الدفاتر. هذه الدفاتر أولا يجب أن تتقن اللغة التركية، اللغة التركية المستخدمة في القرن الخامس عشر والسادس عشر، وهي لغة تركية مكتوبة بالأحرف العربية وتحتوي على الكثير من المصطلحات والمفاهيم التي هي باللغة العربية. ثانيا يجب أن تدرك لغة الأرشيف، لغة طريقة التدوين في هذه الدفاتر حتى يمكنك الاستفادة منها. طبعا نحن حاولنا أن نجمع جميع سجلات الأحكام الشرعية ليست في تركيا فقط وإنما من دول العالم الإسلامي كذلك. الآن ننشر ونترجم هذه الأمور إلى اللغة التركية الحديثة، وبعد ذلك نضع الصور الأصلية لهذه الدفاتر في ملحق هذا المنشور الذي سنقدمه إلى قرائنا الأعزاء، وسيقدم أيضا أبعادا أخرى في الدراسات العثمانية، وبإمكان هذه الدفاتر أن تقدم الكثير من الفهم الجديد للوضع الاجتماعي في دولة العثمانية. نعم، هذا الوضع الاجتماعي الذي تتحدث عنه حضرة البروفيسور يعني نقرأه من خلال سجلات هذا التاريخ، ولكن قراءتنا التاريخية لهذه الوثائق ولمكان حفظها تنبئنا أنه كان هناك أيضا تعرض لعدد كبير من هذه الوثائق إلى التلف، بعضها أحرق وبعضها كان متلفا، ولكن الآن هناك جهود حقيقية من أجل الحفاظ عليها. الآن حول بعضها إلى دائرة الإفتاء، حول بعضها إلى يعني دائرة يعني الأرشيف التابع لرئاسة الوزراء، أليس كذلك؟ في حقيقة الأمر إن هذه المحاكم الشرعية محظوظة أكثر من أي دفاتر أخرى، لأن الدفاتر الكثيرة في المحاكم كان جميع الحكام والمفتين يحاولون ويحرصون على يحرصون بشدة الحرص على محافظة هذه الأمور. هذه الدفاتر التي لها من الدفاتر المحفوظة منذ القرن الخامس عشر حتى هذا اليوم يوجد لدينا أكثر من 10,000 دفتر فقط في سجل المحاكم الشرعية وفي مناطق إسطنبول ومناطق رومالي. نحن في مركز البحوث الإسلامية الآن صورنا جميع هذه الأمور، والآن نجمع جميع المدن والأمصار العثمانية سواء على رأسها البوسنة والهرسك وأيضا الولايات والمناطق الأخرى، أيضا دمشق، حلب، القرم، كل هذه لها يوجد لدينا صورها الآن. إن مركز دراسات البحوث الإسلامية الآن سنحاول جمع جميع دفاتر المحاكم الشرعية على الأقل صورا لها من أجل أن يكون البحث في الإطار العثماني بشكل جيد وبشكل ممتاز. أيضا عدد الدفاتر 23,000 دفتر الآن موجود لدينا في مكتبة دار البحوث الإسلامية، والآن بإمكان الجميع أن ينظر ويتحدث ويقرأ هذه الدفاتر. الآن كما قلت لكم قبل قليل أن هناك اهتماما بالدولة العثمانية واهتماما بالإرث العثماني الموجود، ويوجد هناك رغبة في الدراسات والدراسات العميقة وليست الدراسات التي تقوم على قراءة مسبقة. يجب أن نقرأ الآن الدولة العثمانية قراءة جديدة في إطار اجتماعي خاص، في إطار التاريخ الاختصاصي، التاريخ الناطق الذي بين يدينا. أستاذنا الكريم، وأنت أستاذ سابق للحقوق في جامعة مرمرة، أسألك كقانوني كحقوقي، عندما تقرأ هذه السجلات، عندما تقرأ سجلات تاريخية مفعمة بالحضارة، نظام توثيق دقيق جدا، تقرأ عن معاملات دقيقة تم حفظها بطريقة معينة، كحقوقي كإنسان قانوني كيف تقرأ هذه الوثائق بعيونك القانونية؟ يجب أن ننظر إلى هذه الأمور بطريقة مختلفة.
القاضي عندما كان يأتيه الحكم ويأتيه المسألة بين يديه كان ينظر إلى الوضع الاجتماعي للناس، وأيضا ينظر إلى كونهم مسلمين وغير مسلمين، وكان ينظر إليهم على أنهم ذكر وأنثى، ولا يفرق بين كل هذه العناصر، علما أنه يعرف ضامن هذه الأمور. الكل يعني النصارى وأيضا اليهود وغيرهم من الأديان منسوبي الأديان بإمكانهم أن يذهبوا إلى محاكمهم الخاصة والتي تحكم بشريعتهم، وبإمكانهم أن يذهبوا أيضا إلى المحاكم العثمانية. ونحن نلاحظ من خلال النظر للدفاتر أن هؤلاء المنسوبين إلى خارج إطار الدين الإسلامي كانوا يرغبون ويتوسلون العدالة من خلال المحاكم الشرعية العثمانية في تلك المرحلة، وهذا هو سر استمرار الدولة العثمانية. هؤلاء الناس الذين يذهبون من خارج المسلمين إلى هذه المحاكم لثقتهم بهذه المحاكم، وبإمكاني أن أقول أنني عندما نظرت إلى الكثير من الوثائق حتى أن هناك الزعماء الدينيين للكثير من الأديان الأخرى كانوا ينتسبون ويذهبون إلى السلطان العثماني وكانوا يقولون لهم ويقولون للسلطان العثماني لا تقبل لا يطلبون منه أن لا يقبل المحاكم الشرعية النظر في الأحوال الشخصية للناس الغير مسلمين، وكانوا يرون الحرج في أنفسهم لأن المحاكم الشرعية الإسلامية العثمانية تقوم بالنظر في هذه المسائل وتحكم بالعدالة التي كان يتمناها هؤلاء الرعايا. في القرن السادس عشر بإمكانكم أن تشاهدوا الآن مثلا، بإمكانكم أن تنظروا السعارة الكثير من السعر، وأيضا بإمكانكم أن تنظروا إلى التفتيش الذي يقوم به الحاكم للمطاعم، وكيف وأيضا أنه متابعة الأسواق والأسعار وغيرها. هذا ربط للواقع الاجتماعي كاملا بالقضاء بالعدالة، أليس كذلك؟ بإمكانكم الآن وأيضا بإمكانكم أن تشاهدوا كيف يرمم البناء وكيف يرمم بناء الأوقاف، وإذا كان هناك مشكلة حقيقية في إطار القانون فإن هذا القانون كيف أو هذه الإشكالية كيف يمكننا حلها. كل هذه الأمور بإمكانكم الاطلاع عليها في إطار الدفاتر، دفاتر المحاكم. هذه الأمور هذه الدفاتر ممتعة جدا لمن يعرف قراءتها. وبالتالي المقاطعة، ولكن يعني عندما نقرأ هذه السجلات اليوم أي إيحاء تعطينا؟ يعني عندما نقرأها كطلبة للعلم، وحضرتك يعني عضو الهيئة الإدارية العليا للجامعات المعروفة باسم اليوك، أنا كطالب للعلم أذهب في جامعة وأجد أمامي سجلا تاريخيا حافلا، قضايا محاكم، توثيقات، تواريخ، قضايا اجتماعية، قضايا اقتصادية كما تفضلتم، ما هي الأفاق التي يعطيني إياها قراءة مثل هذا يعني التقرير عن سجلات محاكم؟ هذه السجلات والمعلومات التي تقدمها اليوم عندما نتحدث عن اقتصاد، تاريخ الاقتصاد أو تاريخ القانون، هذه الأمور كلها مكتوبة وموجودة بين أيدينا. هذه المعلومات في نهاية المطاف، كل هذه التفاصيل الموجودة لدينا على سبيل المثال كلها في نهاية المطاف تعبر عن رؤية مسبقة. هذه أو هناك كتب الرحلات في العهد العثماني التي تؤرخ من رؤية واحدة للواقع العثماني، أما هذه الدفاتر فإنها تؤرخ للحياة الاجتماعية وللحياة الاقتصادية والقانونية في العهد العثماني بطريقة كما هو الحال عليه. بإمكانك أن تلتقط صورة حقيقية، صورة واقعية. كل ونحن نتمنى أن الدفاتر الأخرى تنشر بهذه الأمور، وأيضا نحن نقوم بالدراسات أيضا في الدفاتر المحاكم الشرعية في البلدان العربية. نحن الآن ننشر خلال فترة قريبة إن شاء الله 22 دفترا، نحن نشرنا دفترين حتى الآن. يوجد هناك دفاتر، هذا أحدهم حضرة البروفيسور؟
هذا عن نعم. عن اي شيء يتحدث هذا حتى نطلع مشاهدينا الاكارم. هذا الدفتر دفتر غريب للغايه، انا احضرته خصيصا. هذا الدفتر في نهايه المطاف يتحدث عن المهن، كل كل الاموال وكل المنتجات بامكانك ان ترى اسعارها. هنا كان هناك نظام مختلف، كل ما يباع في الاسواق ستجد اسماء الاصناف واسماء البائعين واسماء أو أسعار جميع المصنفات، وأيضا حتى أسعار الزهور، حتى وأيضا من يبيع حتى بذور الزهور، ويوجد هناك أيضا أنواع الزهور التي كان يبيعها، 120 نوعا كان يبيعه أحد هؤلاء التجار. بإمكانك أن ترى أسماء الأنواع وأسعارها المختلفة، وحتى 120 صنف من زهرة الخزامة فقط دون غيرها من الأزهار، وتجد كل صنف لها مسمى مختلف وأسعارها المختلفة. وإذا نظرنا إلى هذا الأمر ضمن إطار التاريخ الاقتصادي، فإننا سنشاهد أمرا خارقا للعادة في تاريخ الاقتصاد. هذه الأمور لا يوجد فيها أي تغيير. قدمنا هذا الدفتر كما هو الحال عليه. هذا الدفتر لا شبيه له في العالم من حيث قوة المصدر، التي أيضا هناك قيد للمتوفين، وأيضا كيف كانت تقسم التركة، وأيضا بإمكانك أن تشاهد أيضا في هذه الدفاتر أنواع الأقمشة المتوارثة. وأيضا هذا المؤلف حقيقة وهذا الأثر الذي قدمناه طبقنا فيه أنواعا جديدة في تحقيق مثل هذه الوثائق، سواء كان أسماء مصطلحات أو أسماء أشخاص أو أسماء. الآن نحن تطبيقنا تماما التطبيق المختلف، أصبحنا نعتني بكل مفردة من هذه المفردات، يعني 600 صفحة الكتاب و300 صفحة هو فهرس هذا الكتاب، ونقدم هذا الفهرس من خلال السي دي، ليستطيع الباحث أن يصل إلى المفردة التي يريد الوصول إليها. أنا كمؤرخ للحقوق كنت بحثت في تاريخ العائلة العثمانية، طبعا لم تكن لدي عندما أعددت رسالة الدكتوراه، كنت أقرأ كل دفتر من ألفه إلى يائه، وأتحدث مثلا في الدفتر الواحد إلى 40 أو 50 مسألة، وكان يأخذ مني أوقاتا طويلة. الآن خلال ساعة أو ساعتين بإمكانك أن تستطيع أن تصل إلى المعلومة التي تريدها من خلال ساعتين أو ثلاثة. هذا أمر مهم للغاية للباحثين الآن، وأصبح لديهم مصدر حقيقي بإمكانهم الاعتماد عليه. نعم، حضرة البروفيسور دكتور محمد عاكف أيدن، رئيس مركز البحوث الإسلامية إيسام، وأيضا عضو الهيئة الإدارية العليا للجامعات اليوك في تركيا، نشكرك جدا على كونك معنا، وهذه دعوة نوجهها إلى مشاهدين الأكارم وذات الباحثين منهم، ليستثمروا هذه القضايا الحقيقية وهذا الأرشيف الفعلي الذي هو كنز كبير. نشكرك جدا حضرة البروفيسور على كونك معنا، ونتمنى أن تكون ضيفا دائما معنا في برنامج الألوان السبعة. مشاهدين الأكارم، ضيفنا الكريم، وأنتم مدعون إلى متابعة لوحة كاريكاتيرية نترككم معها بلا تعليق. زالت علاقتنا مع التاريخ وخباياه ممتدة. حديثنا الآن عن صفحة من صفحات التاريخ المطوية من أرشيف الدولة العثمانية الممتدة. المسلمون وغير المسلمين الذين عانوا من الاضطهاد في إسبانيا، والذين التجأوا إلى الإمبراطورية العثمانية ليلتمسوا فيها العدالة والأمان، أصدر لهم السلطان قراره وأمنهم على أرواحهم ومعتقداتهم، بل وحتى على حقوقهم الاقتصادية. نتابع سويا.
مرسوم سلطاني بشأن الملتجئين إلى الإمبراطورية العثمانية، مرسوم إلى الحاكم العام والقاضي في تونس. لقد قمت بتوطين وتسكين المدجنين والطالبين اللجوء من إسبانيا إلى بلدي، وخصصت لهم مناطق أضنة والعزير وطرسوس وكارس. لا تسمحوا لأحد بأن يتدخل في أمورهم، ولا أن يتحرش أحد بهم، ولا تطلبوا منهم أي ضريبة للسنوات الخمس القادمة. وعند وصول المرسوم هذا أبلغوا هؤلاء القادمين ليقابلوا حكامهم، ولا تجبروا من يمتنع منهم على الذهاب، ولا تعيدوهم إلى ما كانوا عليه لعدم الإساءة لهم. السلطان مراد الثالث. تعتبر القبور والأضرحة وشواهدها من الموروث الثقافي الراسخ في الثقافة التركية. هذه الأمسية نحملكم معنا مشاهدين الأكارم إلى قضاء إزنيك لنتعرف على هذه الثقافة الجزئية بطبيعتها، وأيضا ببعض المسميات التي تثري الواقع الثقافي العام. نتابع سويا. الأضرحة من أهم عناصر تقاليد الدولة العثمانية، حيث هناك كثير من الأضرحة من الأناضول حتى المجر، كما أن جزءا مهما من هذه الأضرحة تعتبر مقامات أيضا، كضريح صاري سلطوك في إزنيك المجاهد العظيم الذي لعب دورا مهما عند فتح الأناضول ورومالي. كما أن الأضرحة تعد بمثابة سند الملكية اليوم، الأمر الذي أدى إلى عمل مقامات أخرى في إزنيك بعد الفتح. من أشهر هذه الأضرحة ضريح عبد الوهاب سانجاكتاري الموجود على تلة عالية شرق إزنيك. يعتقد أن هذا الضريح لعبد الوهاب حامل الراية في الجيوش الإسلامية العربية التي حاصرت إزنيك في القرن الثامن، فالضريح يعلق عليه علم دائما، مما أدى إلى تسميته ببايراقليدد أي ذو العلم. في إزنيك أضرحة من عائلة تشاندارلي، وهي عائلة أشهر الوزراء في أول أيام الدولة العثمانية، كأمثال تشاندارلي خليل باشا، وهو أول رئيس وزراء عثماني يتم إعدامه في تاريخ الدولة العثمانية. ضريح تشاندارلي خليل باشا قد بني على شكل مستطيل عام 1455، كما أن ضريح القرغيز هو لأتراك قرغيزيين استشهدوا في الجيش العثماني عند فتح إزنيك. كذلك فإن إزنيك فيها أضرحة علاء الدين مصري وهويسوزلار يعقوب تشلبي. لحظات مشاهدينا الأكارم نغيب بها عنكم لفاصل إعلاني قصير، ثم نعود بعدها لتكتحل عيوننا برؤياكم مجددا. صناعة الإعلام الرقمي مشاهدينا الأكارم أضحت في تركيا سلعة رائجة. هذه الصنعة التي احترفها مجموعة من الشباب ائتلفوا سويا من أجل صياغة هوية مؤسساتية يصوغون من خلالها حلقة وصل ما بين تركيا والعالم العربي في صناعة هذا النوع من الإعلام الإلكتروني. نتابعها سويا. ديكاتلون.
صناعة الإعلام الرقمي الاجتماعي في تركيا شهدت تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة، بحيث أصبح الأتراك في حقل الإعلام الرقمي الاجتماعي ينافسون نظراءهم من الشركات العالمية. قررت مجموعة من الشباب الأتراك المثقفين ابتكار نظام تكنولوجي جديد يخدم مصالح الإنسان. هذا الإنجاز يتمثل في الإعلام الرقمي. فيما يخص الإعلام الرقمي، فقد شرح لنا أحد المهندسين وهو في نفس الوقت من مؤسسي الشركة عن كيفية استعماله وعن السبب في اختيار العمل بمثل هذه الأنظمة، حيث قال: الآن شركتنا في شراكة حقيقية مع شركة سميت العربية التي تعمل في هذا المجال، ونحن نقوم بتعريفهم وتوصيلهم بشركاء الأتراك وتقديم الدعم لهم. من تركيا نقدم لزبائننا العرب معلومات عن الماركات ومقدمي الخدمة الأتراك، ومن جانبهم يقدم شركاؤنا العرب لنا خدمات مماثلة في العالم العربي، وبهذا الشكل تزيد فرصنا في تطوير عملنا في هذا المجال. وإضافة لذلك، نحن نقوم بتعريف شركائنا العرب بالوضع في مجال العمل الرقمي في تركيا. نحن في شركة ديكالتون نرى الإنترنت ونتعامل معه من جميع جوانبه، وهذا أمر هام لأن الإنترنت يتضمن مجالات عديدة، ونحن نولي اهتماما خاصا بمجال الإعلام الاجتماعي. فمثلا تستطيع الشركات التي تتعامل معنا أن تتواصل مع الفئات المستهدفة عن طريق صفحة الفيسبوك الخاصة بنا. لدينا فريق مختص بالتعامل مع المشاكل التي يمكن أن تنشأ خلال العمل على شبكة الإنترنت، ويقومون بشكل دائم بمتابعة آخر المستجدات في هذا المجال. هذا النظام لاقى قبولا كبيرا في الساحة الوطنية التركية، مما شجع الطاقم المشرف هنا على محاولة تعريف العالم العربي بمزاياه. أثبت هؤلاء النخبة من الشباب مكانتهم على الساحة الوطنية وكذلك على الساحة الدولية، حيث تمكنوا من ربط علاقات بين تركيا والعالم العربي عامة وكذلك دول الشرق الأوسط خاصة، وذلك في ميدان الإعلام الرقمي الاجتماعي. كانت معكم رشيد الفطماوي لبرنامج الألوان السبعة، قناة التركية إسطنبول. وإلى قراءة تاريخية تفصيلية في حياة شخصية كان لها أثر وازن وكبير في ميدان العلاقات التركية العربية. سعيد حليم باشا اسم بارز، كان كاتبا ومؤلفا وباحثا وأيضا وزيرا وأيضا رئيسا للوزراء ثم أعدم. نتابع شخصية حافلة بالعطاء في تقريرنا الآتي. سعيد حليم باشا من مواليد عام 1863 بالقاهرة، وهو حفيد والي مصر محمد علي باشا. درس الابتدائية والمتوسطة والثانوية في القاهرة، وسافر إلى سويسرا ليكمل دراسته العليا هناك. مكث بها 5 سنوات حتى تخرجه من كلية العلوم السياسية. كان يتقن الفارسية والإنجليزية والفرنسية، هذه الأخيرة التي ألف بها كتاباً عن القضايا اليومية للدولة العثمانية. له عدة مؤلفات، وكتبه 8 التي جمعت الآن في مجلد واحد تعتبر مصدراً أساسياً للفكر الإسلامي خلال فترة تفكك الإمبراطورية العثمانية. انتقل إلى اسطنبول عام 1888 ووظف عضواً في مجلس الدولة. تحصل على جوائز شتى منحتها إياه الدولة، وتم تعيينه والياً لرملي. وفي نفس العام تم القبض عليه بسبب اتهامات وجهت له، أفرج عنه بعدها لعدم توفر دليل يثبت جريمته، ليسافر إلى مصر ويمكث هناك حتى إعلان الملكية البرلمانية. بالرغم من أنه ابتعد عن البيروقراطية بين السنوات 1890 و1893، إلا أنه عين وزيراً للخارجية إثر عودته إلى تركيا، ليرتقي بعدها إلى رئاسة الوزراء.
تحصل على وسام التميز من قبل السلطان العثماني بسبب نجاحه العسكري والدبلوماسي الذي سجله في استرجاع محافظة إدرنا. وبعد التحاق الدولة العثمانية بالحرب العالمية الأولى، تم الحد من صلاحيات سعيد باشا إلى أن فصل من منصب رئاسة الوزراء عام 1917. بعد انتهاء الحرب حكم سعيد باشا وعدد من النواب العثمانيين وأدينوا كمجرمي حرب عام 1919. وفي شهر مايو للعام نفسه تم نفيهم إلى مالطا، وعاش سعيد باشا في المنفى لمدة سنتين. بعد انقضاء سنوات المنفى لم يستطع العودة إلى اسطنبول، فانتقل إلى روما عام 1921. وفي نهاية هذا العام تم اغتياله من قبل رجل أرمني. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. ليس أدل على هذا الأمر من مصر. مصر كبرى الدول العربية، مصر التاريخ، وربما مصر المستقبل. هذا ما سنكتشفه في حوار شيق مع ضيف وازن يسعدنا هذه الليلة أن نستضيفه، البروفيسور دكتور صلاح سلطان، عضو الأمانة العامة ومجلس الأمناء للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وأيضا أستاذ في كلية دار العلوم في جامعة القاهرة، وله مسميات نعرفكم بها بعد ذلك. أستاذنا الكريم، أهلا وسهلا بك معنا في برنامج الألوان السبعة. أهلا بك أخي الكريم. نعم، اسمحوا لنا مشاهدينا الأكارم أن نعرفكم بواقع مصر في قراءة قصيرة بدقيقة واحدة، نعود بعدها لاستئناف حديثنا مع ضيفنا الكريم. تعيش مصر اليوم حالة نادرة لم يسبق لأحد أن تخيلها في منامه. تغير النظام السياسي وسقط الحزب الحاكم، وباتت الواجهة السياسية التي برزت في مصر على مدار عقود طويلة إما غائبة قصرا عن ساحة الإعلام أو متهمة بقضايا كبرى يصعب التنبؤ بها. شباب الثورات التي انطلقت من ساحات التغيير حملوا همومهم ومشكلاتهم وتوحدوا للبحث عن مصر التي أرادوها، مصر واحة الأمان، مصر التي يعيش بها الإنسان حراً في فكره وقلمه، مصر التي كانت مكانة وازنة في المعادلة الإقليمية والدولية. المراقبون للأحداث في مصر يتابعون التطورات السريعة والمتلاحقة بعيون مفتوحة، فهم يقرؤون ما بين السطور في كل حراك في مصر، لأن مصر هي بوابة العالم العربي وهي كبرى الدول العربية من حيث عدد السكان. هل ستشهد الساحة السياسية المصرية ميلاد نظام سياسي قائم على حقوق المواطنة وحرية التعبير والإعلام؟ أم أن ما يجري هو تغيير للواجهات السياسية مع ثبات للسياسة المعمول بها وفق ما هي عليه؟ الانتظار هنا مفيد، فالمتغيرات أعيت علماء السلوك المجتمعي. المتغيرات أعيت علماء السلوك المجتمعي. البروفيسور دكتور صلاح سلطان، يجدد ترحيبنا بحضرتك، مستشار أيضا وزارة الشؤون الدينية الإسلامية في البحرين، وأيضا عضو الهيئة العامة لعلماء المسلمين. نسألك مباشرة أستاذنا الكريم، مصر ما بعد الثورة، ما الذي تغير؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أنا أشكر يعني من قلبي إخواني في قناة التركية العربية وأخي الكريم الأستاذ نزار. أهلا بك. على هذه الدعوة لهذه الأنوار السبعة. نتشرف بك. الحقيقة الاهتمام بمصر يعني ما بعد الثورة صار من الأمور الحقيقة التي نحتاج جميعا أن نؤكد على ضرورة يعني اجتماع ذوي الفكر والرؤى، لأن هذه الحوارات ليست فقط مجرد يعني لقاءات للتسلية، وإنما هي لصناعة الحياة من جديد في مصر. نعم. أعتقد العرب تقول ليس رائم كمن سمع، فأنا عشت أيام الثورة والأيام كنت في مصر أيامها، كنت في مصر أيام الثورة، وخطبت الجمعة يوم التنحي، كان في خطبتين، كنت أخطب عند المتحف المصري.
في ميدان التحرير في ميدان التحرير في قلب العاصفة. طبعا قرابة 1,000,001 كان أمامي بفضل الله سبحانه وتعالى. والحقيقة رأيت مصر من لحظة التنحي تختلف تماما عما كانت عليه مصر قبل يعني ذهاب هذا النظام. مصر قبل النظام عشان نشوف يعني الفروق التي تحدث والتي نتمناها، كان فيها استبداد سياسي شديد جدا، الجانب الثاني فساد مالي بدرجة فوق ما نتصور، الجانب الثالث التحلل الأخلاقي، الجانب الرابع التخلف الحضاري. هذه المنظومات الأربعة الحقيقة أنهكت الشعب المصري وقلصت دور مصر في العالم العربي والإسلامي إقليميا ودوليا، حولتها كأنها عزبة صغيرة يتصرف فيها الرئيس ويعني عائلته وزبانيته، كأنها عزبة خاصة فعلا يتصرفون فيها كما يشاءون. ارتمى الرئيس تماما في حضن هذا الكيان المحتل الحقير الصهيوني، وترك المجال الكبير فكأنه دخل في كورنر صغير ووضع نفسه في هذا الكورنر الصغير يعني الزاوية الصغيرة، وترك اللوحة الكبيرة للأمة العربية والإسلامية. ويعني أنا كتبت سنة 2004 أن الرئيس حسني مبارك ليس رئيسا لمصر، وإنما هو لا يزيد على كونه موظفا في الخارجية الصهيونية والأمريكية وينفذ كل طلباتهم. نعم، هذه القراءة حضرة البروفيسور يعني الآن هل لمسها الشعب المصري؟ يعني دعني من تصوراتك الخاصة أنا أسأل عن المواطن المصري. نعم. هل المواطن المصري الذي عشت معه في لحظة الثورة أيضا وفي لحظة ما بعد التحرير، هل شعر بسعادة مبعثها أنه شارك في صناعة النصر؟ الشعب المصري أنت كنت ترى الناس تمشي على وجوهها وجوم، فأرى وجوما كالضباب مصورا ما في قلوب الناس من غلياني. الآن الابتسامة والتحية بين الناس تجدها فعلا في حالة ارتياح لكثير مما حدث بعد الثورة، ولأنه صنع الثورة بوقفته وبرجولته وبمرؤته. هذه الثورة التي أصفها أنها ربانية وشعبية وحضارية في الوقت نفسه، أزاح عن مصر هذا الوجه الكالح الذي كان يلطخ المصريين بصور رديئة جدا. ظهر للعالم كل أن أوباما بيقول عايزين نعلم أولادنا أن يكونوا حضاريين مثل أبناء مصر وشباب مصر، فأحس أنه هو يعني ظهر على طبيعته. الناس بتمشي في الشوارع بتوسع لبعضها، الناس بتنظف الشوارع، أنا بعد الفجر ألاقي شباب طالع من غير ما حد يكلفهم بينظفوا الشوارع. بنتي بتقول أنا كنت بوسخ الشارع لأني كنت حاسس إن مصر دي مش بتاعتي، ده هم نهبوها بتاعتهم، إنما دلوقتي دي بلدي أنا اللي بنظفها. شعور جديد صار في روحك. لما حضرت مؤتمر لأعضاء التدريس، حضرت للطلاب وخطبت لطلاب جامعة القاهرة في مسجد القدس في المدينة الجامعية، نفوس الطلاب تختلف تماما. كن يعني أنا كنت يعني آخر واحد أعطى درس يعني عام في مسجد القدس في المدينة سنة 94، وأوقف الدكتور مفيد شهاب المفاوض مع الكيان الصهيوني على طابة، واللي استحول إلى رجل في التعليم ثم في مجلس النواب والشعب. الآن مسموح للجامعات، ذهبت إلى جامعة الزقازيق، الطلاب فرحة غير عادية أنه يستطيع أن يجلب علماء ودعاء. الشيخ القرضاوي نزل وخطب الجمعة في 4,000,000، هذا الأمر لم يكن أحد يستطيع أن يتخيله. هذا كله مكاسب الثورة، أن الشعب يريد شيئا فيستطيع أن يجده أمامه، يجد العلماء، يجد الدعاء. موضوع تغيير الدستور، هذا التغيير مسألة لم يكن أحد يتصور أن واحد زي الدكتور طارق البشري. دكتور طارق البشري أنا أسميه أحلم الكتاب العرب. قبل سنتين من الثورة كان بيقول لم يعد هناك منفذ سلمي للتغيير في مصر، أدعو إلى العصيان المدني. لما أحلم الكتاب العرب يقول ما عاد فيه وسيلة تغيير، الآن هو رجل نفذت كنانتنا كما يقال، وتحول يبقى رئيس لجنة التعديلات في الدستور. يا هذه كلها مكاسب، مفارقات كبيرة جدا حقيقة، جدا أسعدت الشارع المصري والعالمي. ما أود سؤالك عن حضرة البروفيسور، واعذرني جدا هنا للمقاطعة، لأن كثرة الأسئلة حول الواقع المصري لدور مصر ولمحبة الناس في مصر. هل هناك إمكانية لوجود ائتلافات حقيقية يمكن لها أن تسهم في صياغة نظام سياسي مصري جديد ما بعد الثورة من خلال الرؤية الجديدة والروح الجديدة التي سرت في مصر؟ حقيقة من أكبر الأشياء التي تجري الآن هو محاولة تجميع بقدر الوسع هذه التيارات كلها، وأنا نازل مصر بعد أيام، والشيخ القرضاوي أيضا نازل الأسبوع القادم، نازلين الموضوع الأساسي غير الجولات في المحافظات، الموضوع الأساسي أن نجمع رؤساء ومسؤول الجمعيات والجماعات الإسلامية الموجودة تحت عنوان نحو خطاب إسلامي سياسي متقارب، يعني التيارات الإسلامية. نحن أيضا نفتح قلوبنا للتيارات الوطنية، لأن احنا الثورة لم يكن يستطيع أن يفعلها تفاصيل وحده. أنا أشبه المسألة ثورة شعبية، نهر عظيم وفي جداول، لا يستطيع جدول كبير أو صغير يقول أنا وحدي الذي صنعت الثورة، هذا يعني ليس صحيحا ولا يمكن أن يكون أن يصدقه أحد. ففي نهر كبير جعلنا جميعا نؤمن أن المسيحيين والمسلمين، الإخوان المسلمين والسلفيين،
أن المتدينين والعلمانيين أن هؤلاء جميعا يعيشون على أرض واحدة، يجب أن يكونوا شركاء في مشروع لبناء مصر الجديدة من اليسار إلى اليمين. نعم. مصر للجميع، وطن يتسع للجميع. نعم. هذه رؤية، هذه رؤية حقيقية يعني حضرت البروفيسور عندما نتحدث عنها يمكن لها حقيقة أن تصب وجه جديد لمصر. نحن بيتنا نسمع اليوم يعني في ظرف سريع جدا 6000 ملف من ملفات الفساد دخلت إلى القضاء، يعني نشاهد الرئيس المصري السابق هو وأبنائه واليوم زوجته في التحقيق، نحن نشاهد اختلاف كبير، نحن نشاهد قضاء تاما على ملفات الفساد. هل هذه حقيقة؟ نشاهد قطعا للغاز المصري عن إسرائيل، نشاهد قطعا للغاز المصري عن أي تعديلات جديدة جدا، نشاهد أيضا علاقة جديدة مع فلسطين، نشاهد قضايا كثيرة جدا تتداخل مع بعضها البعض. هل التغيير حقيقي أم القيادة الجديدة في مصر تريد أن ترسل صور أو رسائل مطمئنة حتى تثبت تحكمها؟ عندما يعني حدث هاجس سريع جدا أن قد تكون هذه رسائل سورية، اجتمع الناس في ميدان التحرير وقالوا جئنا للتطهير، وقالوا إذا لم يحاكم حسني مبارك تأخر كثيرا ربما لإخفاء اسمها على الأموال التي هربت إلى الخارج، نحن سنذهب في مسيرة مليونية إلى كفر إلى شرم الشيخ. في نفس الأسبوع يحاكم ويدخل السجن ويحكم عليه بالسجن هو وأولاده. يعني هذه أمور يعني كما سمعنا في البرنامج وكنا نتحدث قبلها يعني من التوافق الفكري أبعد من الخيال أو ما يمكن أن يراه الإنسان في الأحلام. هذه حقيقة، والحكومة أو الجيش الحقيقة يعني لو تراخى الثورة تخرج بالمسيرة المنونية فلا تستطيع تأخذ حقها بيدها. الآن يعني لم يؤخذ الحق، إنما تؤخذ الدنيا غلابة. طبعا قبل كده تؤخذ من الغلابة، دلوقتي تؤخذ غلابة. نعم. كذلك يعني هناك كانت مجموعة من المفارقات الكثيرة حتى على صعيد الشعارات التي رددت. نعم. أسألك حضرة الأستاذ، أنتم في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، هذه الثورات كانت تعني حياة جديدة، هل تنظرون إليها على أنها روح جديدة تسري في عروق العالم العربي؟ أنا لا أسألك عن مصر، مصر كانت شرارة كتونس. نعم. شرارة اشتعلت في تونس بداية انتقلت إلى مصر، ولكن مصر لها دور موازن عمليا في المعادلة الإقليمية. مصر تختلف عن تونس، مصر تختلف عن ليبيا، مصر بمعنى أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، وأيضا خطوط الطوق نتحدث عن معادلات كثيرة جدا عندما يذكر مصر. اليوم مصر إلى أين تذهب؟ في الحقيقة دور الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وعلماء المسلمين بشكل عام، نعم. دعنا أن أقول لك أنا كلما رأيت عمامة في ميدان التحرير أيام الثورة وقبل التنحي كنت أذهب إليه وأشق الصفوف رغم الصعوبة، لأن الناس كانت تقبل وتحضن وتعمل، وأذهب إليه وأقبل رأسه وأقول أنت هنا بألف رجل، والدكتور صفوت حجازي وعلماء الأمة، وأنت رأيت يعني كيف كانت صلاة الجماعة كأننا نصلي في الحرم. العلماء كان حضوره متميز جدا، وائتلاف علماء الأزهر يتشكل الآن ائتلاف ثورة علماء الأزهر. هذا ائتلاف طلع بالمظاهرة 3000 واحد وقابل مجلس العسكري وقابل الشيخ الأزهر، يعني وعندنا مسيرة كبيرة، وأنا أدعو يعني العلماء إلى أن ينضموا لهذه المسيرة يوم 26 من هذا الشهر لكي نعيد انتخاب الشيخ الأزهر ولكي نعيد الأوقاف إلى الأزهر. العلماء الحقيقة الشيخ القرضاوي إحنا كنا معه، وهذا من المطبخ كما يعني يقال، احنا كنا عنده في لقاء التلاميذ، وخيم على كل لقاء التلاميذ هذه الثورات العربية والثورة المصرية بشكل خاص، واتفقنا على اختصار البرنامج. هذا التلاميذ طبعا يقصد مشاهدين الأكارم للبروفيسورات، يعني هذا التلاميذ يعني مصطلح ما شاء الله تواضع طبعا. نعم. يعني الشيخ إذا أمامه نحن جميعا تلاميذ، فيعني كنا مع أستاذنا وقلنا كيف نحول هذا القول إلى أفعال، احنا نجلس نتحاور وكيف يكون موقف العالم من القضايا. فاتفقنا أن ننزل مجموعة كبيرة مع الشيخ في طائرة واحدة وننزل إلى ميدان التحرير يعني ويخطب الشيخ الجمعة اللي هي كانت يوم التنحي. فالإخوة اتصلنا عليهم في القاهرة المسؤولين عن ميدان التحرير، قالوا هذه المسألة قد تفهم أنها خطأ تسجيل، يعني تسجيل مواقف وأنها ثورة إسلامية، يمكن أن تتأخر هذه الخطوة إلى أسبوع آخر. الحقيقة احنا نزلنا، وهذه رؤية قوية، يعني الشارع يصوغ حضرة. نعم. يعني حضرة البروفيسور، يعني وإن كنت لم تنزل إلى الميدان الشارع يصوغ رأيه. نعم. هل وصلنا إلى هذه المعادلة حقيقة؟ ليس الآن بعد أسبوع، هذه معادلة قوية جدا، حتى وإن كنت أنت الذي تم إقصائك أو حتى الدكتور يوسف القرضاوي أو غيره. نعم. الشارع يقول كلمته، هل وصلنا إلى هذه الدرجة في مصر؟ يعني هذه حقيقة، لكن هناك لا شك في مقاومة الثورة المضادة موجودة من الحزب الحاكم، فلول الحزب الحاكم،
لأن القضية بالنسبة لهم فضيحة بجلاجل لهذه الألوان من الفساد التي مارسوها، حياة أو موت بالنسبة لبعضهم، موت سياسي بالنسبة للكثير ممكن يحلم أنه يكون شيئا كبيرا جدا. الآن يعني صار في موت سياسي حقيقي إذا جاز هذا التعبير، ففي مقاومة، زائد أمن الدولة الذين سيطروا على كل شيء. وانت عارف النكتة المصرية لما قالوا احنا هننقل أمن الدولة إلى هيكلة جديدة، أنا كتبت مقال بعنوان مفارقات بين الهيكلة والبهدلة، فقلت قبل الثورة كنا بنبهدل عشوائيا، وبعد الثورة هنبهدل بهيكلة وبنظام. وإن الشعب المصري طلع نكتة على اللجان الشعبية أن تسارع إلى تشكيل لجان لتعذيب أنفسهم لحين هيكلة نظام أمن الدولة. طرفة في مكان عبد لحين هيكلة نظام أمن الدولة. فتحت ضغط الشعب المصري، وأنا أريد أن أقول قال الشعب كلمته، تم إيقاف كل أمن الدولة. هذا قرار أنا أعتبره لا يقل عن قرار تنحية حسن مبارك. إذا يعني لم يخني يعني لم تكن الذاكرة في هذا الأمن، نحن نتحدث عن 8 ملايين شخص مركز جهاز أمن الدولة وتوابعه، نحن نتحدث عن عدد رقم كبير جدا. أنا بقول لك أستاذ نزار والإخوة المستمعين والمستمعات، أنا بعتبر يوم إنهاء جهاز أمن الدولة لا يقل عن يوم إنهاء نظام حسن مبارك وتنحي حسن مبارك. وقلت في نهاية مقالي قبل أن ينتهي، صوروا حتى ينتهي جهاز أمن الدولة، فهذه الثورة الحقيقية. لكن خرجت بعض على سبيل الطرفة حضرت البروفيسور، يعني بعد أن تنحى الرئيس المصري خرجت بعض هناك قالوا للرئيس نحن كنا منهزر. طبعا تعال يعني الدم يسيل، ثم قالوا تعال عشان هو قال أنا عايز يموت في مصر، فبقولوا تعال عشان يموتك في مصر. قراءة جديدة يعني طلعت النقطة أيضا كذلك يعني. الدم كان يسيل حضرة البروفيسور. وهذه قضية يعني ربما كثير من علماء الاجتماع لم يقفوا عندها، وهي حقيقة ظاهرة الطرفة، ظاهرة أيضا إطلاق طرفة والدم يسيل، ظاهرة يعني غزوة الخيول والجمال كما يقال، الخيل والمال والحمير. نعم. ويخلق الله ما لا تعلمون. نعم. لكن هذه القراءة الحقيقية كان يطلق الشعب المصري طرفته حتى في ظل الأزمة. نعم. وصلنا إلى مرحلة روح معنوية لا يمكن التراجع، اخترقنا حاجز الصمت، الخوف. اخترقنا حاجز الصمت. الخوف. نعم. ووصلنا إلى مرحلة متقدمة. هل أنت متفائل بمستقبل جديد لأبناء مصر الصغار؟ أنا متفائل جدا، ليست متفائلا فقط، لكن هذا التفاؤل مرهون رقم واحد بأن يكون هناك توحيد للقوى الوطنية الموجودة في مصر، ألا نسمح لمن يريد أن يفرق جمعنا وأن يشتت شملنا. رقم اثنين أن نجعل جهادنا الأكبر أن نأكل مما نزرع وأن نلبس مما نصنع. يجب أن تنتهي قضية أن احنا نستورد رغيف خبز مصر النيل، يجب أن تمنح الغذاء لمن حولهم وليس أن تستجدي الغذاء من أعدائه. طاقة البشرية. هذا هو كما قال الشيخ الشعراوي، إذا لم يكن طعامنا من فأسنا فلن يكون قرارنا من رأسنا. رقم ثلاثة التعليم. 33% نسبة أمية في مصر التي علمت العالم من قبل، هذه كارثة بكل المعاني من مخلفات النظام البائد. فنحن نريد أن نعلي نظام التعليم. أنا رأيت العلماء الأفذاذ من المصريين في الخارج يقودون مؤسسات تعليمية ضخمة جدا، لكن إذا دخل إلى البلد إما أن يقتل أو يدفن أو أصبحت منطقة طرد. نريد أن نعلم الجاهل وأن نأخذ النبغاء إلى المعامل لكي يبتكر ويكونوا مبتكرين على مستوى العالم. هذه نقطة سأستوقفك عندها حضرة البروفيسور، اسمح لي هنا. أنت طبعا مؤسس وأول رئيس للجامعة الإسلامية في ميشيغان في الولايات المتحدة. نعم. مصر عندما نتحدث عنها نتحدث عن 500,000 عالم حائزين على درجة الدكتوراه فما فوق، غادروا مصر بدوافع سياسية واقتصادية. نعم. وما إلى ذلك. رسالتك كاتحاد عالمي وأيضا رسالتك كإنسان مصري عاش الثورة وعاش ما بعد الثورة، رسالتك إلى العقليات المصرية اليوم ماذا تقول؟ الحقيقة أنا أريد أن أقول آن الأوان أن تعطوا لمصر أن ترد الدين، أنادي الرسم لو ملك الجواب وأفديه بقلبي لو أجاب. وأحمد شوقي لما سمح له أن يعود إلى مصر عاد على الفور وأراد أن يقبل الأرض عندما نزل إليها، فإذا بالدمعة تسبق إلى الأرض فقال سبقنا مقبلات الترب عني وأدينا التحية والجواب. فأنا أريد لإخواننا أن يعودوا، أو إذا عادوا، إذا لم يعودوا عودا جزئيا، أو إذا بقي في الخارج يبحث عن الوسائل التي يدعم بها العلماء والنبغاء والمتميزين من ذوي الفكر، يتبنى هؤلاء لكي يكونوا علماء مبتكرين في مصر وفي الخارج، فتطل بمصر بوجهها الجديد العلم والثقافة والحضارة والتميز بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. إذا أنت متفائل بهذه القراءة إن شاء الله. أسألك في أقل من نصف دقيقة حضرة البروفيسور، ويعني الوقت داهمنا أعذرنا جدا. نعم. علاقة مصر بمحيطها في كلمة واحدة ستتجه نحو الأفضل، فلسطين، السودان، إثيوبيا، اليوم شاهدنا يعني علاقات، بداية علاقات جديدة، هل ستتجه نحو الأفضل؟
علاقتنا في مصر قبل الثورة كانت قشرة محدودة نحو الأسوأ وهي الكيان الصهيوني وأمريكا، والقاعدة الشعبية ظلت طوال هذه الفترة تتوخ إلى العالم العربي والإسلام وحضنه الطبيعي. الآن عادت مصر إلى حضنها الطبيعي، فلن تكون إلا إلى الأفضل بإذن الله تعالى. نعم، حضرة البروفيسور دكتور صلاح سلطان، يعني عضو المجلس الأمناء لاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ومؤسس ورئيس أول جامعة إسلامية في ميشيغان في الولايات المتحدة، نشكرك جدا على كونك معنا في برنامج الألوان السبعة. وأحن إليكم كرام الناس، أحن إليكم حقا قبل وداعكم، ولكن لا يسعنا إلا أن نتقدم لكم في نهاية هذا اللقاء بجزيل الشكر والتقدير على كونكم معنا وحسن متابعتكم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، لكم من كل المحبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.